رجعنا لكم بعد الفاصل باش نكملوا ديكوراسيون تاع البيتزا. البيتزا تابت سايب باش نخرجها توا من الفور. ناخذوا الصحن نتاعنا نتاع دريساج، اونتخوطون انا رجعت لي كروفيت نتاعي خاطر بردو، خليتهم باش يسخنوا شويه باش نعملوا بيهم ديكوراسيون من الفوق. نحطوا كعبة كروفيت فوق كل كعبة بيتزا، نجمو تحطوا زيادة طرف تون، نجمو ما تحطوا حتى شيء، كل حد يعمل ديكوراسيون اللي يحب عليها. نحطوا ورقة متاع بازيليك، ورقة متاع حبق، إذا هنا زيد عندي كعبيت بتاع كبار، كبار يجي منين برشا مع طن الكروفيت. زيتون شخشخت على الاخر البيتزا، درجتها الزيتون هذا، راه تنجموا تحطوه حتى من داخل في وسط البيتزا قبل ما تدوروها. شنو قعدلنا؟ قعدلنا لي طوماط سوريز دارنيغ توش، تنجمو تحطو طماطم كبيرة زيدا، إن غونديل متاع طماطم تنجمو زيدا تدخلوها الفور، تحطوها فوق منها قبل ما تحطوها تطيب. جماعة اللي متحبش تاكل طماطم حية كيما هكا، نجمو نعملو شوية عظم مسموط زيدا كيف كيف، نحطوها غابي من الفوق. حاسيلو في الديكوراسيون ما توحلوش، كل حد يستعمل اللي عنده.
برنامج برعاية أحسن ما فهمت. وردة سرها المحبه.